السلام عليكم يا سادة، في مباراة أخرى من ليالي الأبطال مع الإف سي برشلونة. رحلة برشلونة في دوري الأبطال هنا في مباراة اليوم في الجولة الرابعة، المباراة الرابعة من دور المجموعات. برشلونة أمام برضو ميتلاند اللي أنا مش عارف أقرأ اسمه دوت، فريق يعني ضعيف شويتين، شفناه المباراة الماضية كيف تفوق عليهم بيير إيمريك أوباميانج. وفي الحلقة دي هنشوف بقى، ممكن اوباميانج يلعب، ممكن ليفاندوفسكي هو اللي يلعب، ممكن يلعب بيهم هما الاثنين. هنشوف يعني ايه اللي هيحصل، ما زال حتى الآن تفوق لبرشلونة ضعف من بايرن ميونخ، حتى الآن تفوق من انتر ميلان، وهو يعني غالبا في وقت نزول الحلقات دي هيكون البايرن هو المتصدر المجموعة، وبرشلونة وانتر ميلان هما اللي بيتنافسوا يعني. وده معناه ان عبد اللطيف تفوق على تشافي بكثير جدا وعدها وعدى الفلنكات. فخلونا نشوف ايه اللي هيحصل في الحلقه دي، ولكن طبعا بعد الانترو. فتتاكد انك عامل لايك، مشارك في القناه، فعل التنبيه عشان تجيك الحلقات الجايه اول باول. ويلا بينا نشوف ليالي الابطال مخبي لنا ايه. حسنا يا جماعه الخير، الى المباراه التاليه، هيا بنا نضبط التشكيلة. هنا ديمبلي لن يبدأ اللقاء مع كل أسف، سنبدأ بأنسو فاتي. تأمين الفوز في بعض الأحيان يكون أهم من الفوز، لذلك علينا أن نلعب بشكل متوازن في مثل هذه المباريات، لا ندفع بمن يعني يؤخروننا في الانتصار. وبكل تأكيد نبدأ بهذه التشكيلة الجيدة. طبعا ممفيس ديباي كان نفسي ألاعبه، بس المباراة محتاجة خبرات في يعني كل واحد يلعب في مركزه. مش قصدي ان بيدري خبرات عن ممفيس ديباي يعني، لا بكل تأكيد كلنا عارفين خبرات ممفيس ديباي رايحة فين يعني. فخلينا نبدأ مباراة كبيرة بكل تأكيد في دوري الأبطال، إذا فزنا بها سنكون بالعلامة الكاملة ما عدا نقطتين. هزمنا أو تعادل معنا ساس أرينا، مش عارف بعد فين تعادل معنا بايرن ميونخ. أدما سرعات أدما، هنا فرانكيسي، بدري، أنسو فاتي. أول مباراة يظهر لنا أنسو فاتي بشكل أساسي. هنا ليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي يتقدم مع أنسو فاتي، مع أنسو فاتي، ولكن مهارة فردية من أنسو فاتي. ليست طريقة لعب برشلونة ما فعله أنسو فاتي، ولكن سنرى أين سيفعلنا وأين سيضعنا ما فعله أنسو فاتي، وماذا بجعبة المدرب، أول مدرب عربي يكون موجود في الدوريات الأوروبية. هو خطأ من تير شتيغن وتصويبة، ولكن بعيدة عن المرمى تسديدة أمام تسديدة. تير شتيغن، بيكي، كيسي، داني، أدما، كيسي، ملعوبة ليه أدما، ولكن تأمين دفاعي طبعا اتلسعوا كتير المباراة الماضية. يا سلام يا سلام على باولينيو اللي عمله باولينيو. تشارلز، ضغط من ليفاندوفسكي. اوهو اوهو اوهو، بيكي، نا كريستينسن. مباراة صعبة على الورق، تبان مباراة يعني منتهية برضو لصالح برشلونة، ولكنها مباراة صعبة. أداما يلعبها ليفاندوفسكي اللي تحرك له بشكل أكثر من رائع، ولكن الكرة مقطوعة في المنتصف. أنسو فاتي، يا سلام. هنا بيدري، بيدري يا ليفاندوفسكي، ركز معايا ركز معايا، توقع كرة بيه.
مين ده؟ ماير، اخيرا عرفت اسم حد فيهم يا عم فهد. يا انسو حلوه الامان. ليدست تست. اوهو اداما. لا 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 لا، ايه اللي حصل بقى؟ فاول فاول فاول، ما احسب فاولات، طلع انذارات عليا انا طبعا. ماشي، هم اصلا الاثنين دخلوا على بعض طقشوا في بعض، سواء اداما او ليفاندوفسكي، فمش فرق كتير. كريستنس بدري فاول عليا يا عم. فين يا عم فين؟ ما الاثنين داخلين على نفس الكوره، فين بقى؟ انا مش فاهم. ماشي، واضح ان فساد الفيفا بدا يطلع، فساد الفيفا بدا يطلع. مش عايزين برشلونه يعدي عادي، ممكن تقولوا لي اقفلها يا كيسي. عاش يا كيسي، عاش يا كيسي. أوه. يلا يا ادم. يا ربي يا بدري يا بدري، انت عامل فجوه في نص الملعب كده. يا لهوي يا لهوي، لا 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 لا، لازم يحصل تعديل في الخطه دلوقتي حالا، عشان احنا كده رايحين في الشلحات. ارجع لي بقى يا كيسي كده، وارجع لي انت كمان يا ادامه شويه كمان، وانت يا انسو ارجع لي شويه كمان. بدري قال لي انا عايزك سي ام. تمام بس، وهدي الجو كده معاه. عايزين نعمل كثافه في منتصف الميدان. برضو فاول انا مش فاهم في ايه بجد، الحكم ماله والله. هو ماتش في المجموعات بس، يعني يقلق 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 اللي بيعملوه ده. على ارضهم بقى، ادي فاتي يلعبها لقدام، مفيش حل تاني. يا سلام يس، الهدف من ليفا، لا يخطئها ليفاندوفسكي، لا يخطئ مثل هذه الكرات. حلوة الكرة وتتحسب، تتحسب طبعا. خطأ دفاعي ولكن استغلاله، استغلاله مهم من ليفاندوفسكي. طبعا بعد اللقاء ده عندنا مباراة تانية أمام إنتر، ثم مباراة أمام البايرن أو بايرن، وبعد كده إنتر، مش عارف بقى. يلا يا انسو، حلوه البدري، بدري بيلعب الكوره، ولكن دي كلها مش فاولات طبعا، علشان احنا كريستنسن طرد. يا ربي طرد، كريستنسن طرد 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 يا ربي. اي اوف، لازم لازم نعمل تبديلات وتعديلات. تعالى لي بقى انت كده عم كريستنسن، انزل لي يا ديست تحت. ما عنديش بره غير لونجلي بس، وده طبعا هيخلينا ننزل كيسيه تحت، وأداما هنرجعه رايت وينج، وانسو ليفت وينج. هنقضي المباراه كلها دفاع علشان الطرد ده. كويس جدا ان احنا جبنا جون اصلا. ماشي يلا، استر يا رب. يا تير شتيجن، طب اتحرك اتحرك عليها حتى. ماشي سيستو بدري. مباراة رخمة دي.
قفل بقى، قفل يا فاتي بقى، قفل يا فاتي بقى. يلا ليفا، اي خطأ دفاعي كمان نعرف نجيب منه جون، بس ده المطلوب. ادامة حلوة يا ادامة، حلو. هو الضغط عليهم هيفرق برضو. بدري بدري، اوه يا بيك. المشكلة إن الفاولات دي لا تصد، يعني فاهم؟ هي فعلا لا تصد، مش مشكلة. تعادل في مباراة مؤزمة مثل هذه بعد طرد لكريستنسن واستمرارا لسلسلة الظلم التحكيمي، ولكن يعني هو دي طرد يعني. بيكي، داني، كيسي، بدري، فاتي، ديست. حلوة يا بدري بس مش حلوة. عاش عاش طبعا، ما فيهاش اي حاجة طبعا، برضو ما فيهاش اي خرا، ما فيهاش زفت. لا 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 لا، ماشي، بس هو الظلم ما بيكملش. وايه واللي حصل ده؟ ظلم كبير جدا في المباراة طبعا. لو دخلت عليه هيتحسب على طول. أدامة، كيسي، لا أدامة مرة تانية، أدامة مرة تانية، اللي بيجري أدامة. حلوة 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 الفاتي، ولكن الحارس أقرب ليا. ماشي، مضطرين ان احنا ننزل لونجلي. يا عم انا عايز انزل اهو يا عم. اهو ايوه كده، تعالى لي يا لونجلي مكان ديست وداني الباس. ممكن نجيب كيس في الخلف وننزل فرانك ديونج، وبهذا الشكل نكون فعلنا المراد في التأمين. ممكن رافينيا، لا 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 كده كده أمننا الموضوع دفاعيا علشان بس ما يجيبوش فينا أي جون. اوت بقى، اوت، صح كده صح كده، ماشي ماشي ماشي. يتوقف اللاعب الان، سيتم اجراء تغيير الدفع بلاعبين في وقت واحد. حلوه لو عدت، عمرها ما تعدي من بريكسو. كره للامام ولكنها تصل الى كيسي بكل سهوله، الى كيسي. تمريره سيئه لا تصل الى اللاعب فرانك ديونج. سيستو صاحب الهدف الاول طبعا. بص طبعا انت اديله طرد، هو كمان اديله طرد. عمل ايه بيكي؟ عمل ايه بيكي؟ والنبي عمل ايه؟ ما هو داخل على الكوره. ظلم ظلم دفاعي، ظلم دفاعي واضح وبان. ماشي، عمالين يعملوا برضو تعديلات هم كمان وتبديلات. يلا يا ليفا، أدامة حلوة لبدري، لبدري يا بدري. ماشي، وقف لي سيستو من ال... ليفاندوفسكي. ماشي، طلع لي ليفاندوفسكي بقى، نزل لي اوباميانج، ونكون كده خلصنا التبديلات كلها. طبعا اللي عمله كريستينسن كان لي منع الهدف الثاني من هذا الفريق. فضوا المساحة، فضوا المساحة. حلو، يخطي على الخطأ.
يا ابني يا ابني مش كده يا ابني يا ابني، يعني اعملها انت، باص لنفسك، بصيها لنفسك. حلوة يا فتحي، يا أدامة الضغط، يا لهو النقص العددي ده، حطتنا في مأزق ابن لزينة. سيستو تعب، سيستو وبيلعب عليه واحد من أهم وأكثر اللاعبين اللي عنده لياقة بدنية في العالم، وهو أدامة في هذه الجبهة. فرانك ديونج، حلوة يا فرانك. يا ليفاندوفسكي مش قادر، ليفاندوفسكي مش قادر. الكام كرة دول لو كانوا راحوا ليوباميانج بسرعته بقى، بحلاوته، بجماله، بشقاوته، خلاص هو مش قادر. يا جدعان طلع كرة، طلع كرة. نزل اوباميانج، هات لي اوباميانج، حل لي المشكلة يا اوباميانج. يا لونجلي، يا لونجلي، اوه يا لونجلي. بس تمام. ابني لي بقى هجمة أخيرة. يا ده أنت، شكرا شكرا والله يا عم الحكم إنك حسبت لي تفة. طبعا عاملين لابد ان يتحلوا بمزيد من الشجاعه، من التركيز، يريه وعلى الغطا. الان فرصته يسدد الكره، الحمد لله، غلطه ملهاش اي داعي والله العظيم. نيله ايه بس، بتنيله ايه؟ يلا ترشتيجن، يبعتها كده الادامه، ادامه. هو كمان ما بقاش قادر، ما دي مشكله بقى، ان اللعيبه مش قادره ان هي تكمل. باولينيو طبعا تعب. ماتش انا عقدته على نفسي، بس هو كان صعب من البدايه برضو. هي الفريق كان غير الفريق اللي انا لعبته في الحلقه اللي فاتت والله. بيلعبوا احسن بكتير. الحمد لله تير شتيجن، الحمد لله، الحمد لله. لا 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 نخلصها تعادل، نخلصها تعادل، نخلصها تعادل، بس هي تيجي تعادل بقى. يا رب هاتها جمايل. يلا يلا، الوقت خلص، الوقت خلص، الوقت خلص. الحمد لله تير شتيجن، يرسلها للامام تير شتيجن لينتهي اللقاء. الحمد لله تعادل. زعلان كيسي، زعلان كيسي. فاول. المشكله ان الكرات ديت هي اصلا الكمبيوتر تقريبا بروجرامد ان هو يجيبها، فاهمني؟ فهو على طول هو حطها في الجون، هو ركنها ركنه. ما طبعا ليفربول صعد، هو كمان هو نابولي كده خلاص، كده ما فيهاش اي كلام. اوه والانتر، الانتر عملها، الانتر فعلها. ماشي، انا كده في الصداره، ماليش دعوه. والماتش الجاي العب الانتر، بس نشوف كده التشكيله اخبارها ايه. كل اللعيبه فايقه ورايقه، وهو عنده مش كل اللعيبه فايقه ورايقه تقريبا، والله اعلم. ان لو طاروا اتصاب، لو طاروا اتصاب عنده شكلها كده، وانا عندي حد اتصاب، انا كمان عندي كريستنسن موقوف ماتش. فيلا ده اللي هنشوفه في الحلقه الجايه، هنشوف هنتعامل مع الموضوع دوت ازاي. اشوفك في الحلقه الجايه، بس قبل ما نبدا الحلقه الجايه ان شاء الله ابدا تصوير فيها، اتاكد طبعا انك عامل لايك ومشترك في القناه ومفعل للتنبيهات عشان تيجي لك الحلقه الجايه اول ما تنزل، واشوفك في حلقه قادمه. السلام عليكم.